أهلا بكم، رجعنا لكم مرة تانية إلى توقعات هيئة الأرصاد الجوية. النهاردة التوقعات أن يشهد طقس مائل للبرودة فترة الليل وكمان فترة الصباح الباكر. رح يكون معتدل نهارا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة مع دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور، يا صباح الخيرات، أخبار الجو النهاردة؟ صباح الخير على حضرتك استرالاي وعلى كل السادة المشاهدين. احنا بالفعل يمكن اليوم تحديدا وغدا هنلاحظ ارتفاع طفيف ان شاء الله في درجات الحرارة بمعدل درجة لدرجتين تقريبا خلال فترات الظهيرة على اغلب مناطق الجمهورية. هنشعر بحالة من الدفء نسبيا سواء على القاهرة او حتى السواحل الشمالية ومحافظات الصعيد. العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة في حدود 27 درجة، احيانا قد تصل ل 28 درجة على بعض محافظات القاهرة، ده خلال فترات الظهيرة. الرياح كمان في أغلبها معتدلة بتنشط أحيانا نشاط مش قوي على العديد من مناطق الجمهورية، بتلطف الأجواء إلى حد كبير. اليوم لو اتكلمنا تحديدا عن السواحل الشمالية، عليها استمرار لفرص الأمطار يمكن اللي بدأت من نهاية الأسبوع الماضي، ومحافظة مطروح تحديدا الآن من خلال متابعتنا لصور الأقمار الصناعية تتساقط عليها الأمطار اللي بتوصل إلى متوسطة في بعض الأحيان، بتمتد أقل شدة لبعض مناطق ومحافظات السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري. وبكده نقدر نقول إن دي حالة الطقس إجمالا المتوقعة اليوم على أغلب مناطق الجمهورية. دكتور، نصائح حضرتك اللي ممكن توجهها للناس في الطقس ده؟ لو اتكلمنا عن النصائح، أول نصيحة طبعا بنوجهها لأهلنا في محافظة مطروح مع تساقط أو استمرار تساقط الأمطار المتوسطة دي، بننصحهم بالتأكيد بتوخي الحذر التام والقيادة بهدوء على الطرق أثناء تساقط الأمطار، لأنها بتؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية على الطرق في بعض الأحيان. كمان مع وجود الشبورة المائية الخفيفة اللي بتكون موجودة خلال ساعات الصباح الباكر على العديد من مناطق شمال الجمهورية من ضمنها القاهرة والوجه البحري ومحافظات الصعيد، بننصح بتوخي الحذر التام والقيادة بهدوء أثناء فترة الصباح الباكر. وبسبب هذا التغير الكبير في الحالة الجوية ما بين يوم والتاني، أصبح ضرورة ملحة أننا نتابع النشرات والتحذيرات الجوية بصورة يومية. هيكون دكتور في فرق كبير جدا ما بين درجات الحرارة المتوقعة الصبح وبالليل؟ هو يمكن اليوم تحديدا هنشعر بحالة من الدفء خلال فترات الظهيرة زي ما قلنا، وهتوصل ل 27 و28 بعد ما كنا الأيام اللي فاتت بنسجل في حدود 26 و25 درجة بالنسبة للقاهرة. خلال ساعات الليل هتبدأ تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 20 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى، وبتوصل لتلامس ال 15 درجة على محافظات الصعيد والمناطق اللي ليها ظهير صحراوي. فبالتأكيد ده فرق كبير وتحول في الحالة الجوية ما بين خلال ساعات النهار عن ساعات الليل، وده بالتأكيد طبيعة الحال خلال الفترة الحالية هو الفرق الكبير ما بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لنفس اليوم، وكمان التغير في الحالة الجوية ما بين يوم والتاني. احنا في منتصف الخريف والفترة دي معروفة بالتقلبات الحادة والسريعة، علشان كده بنأكد على المتابعة اليومية للنشرات والتحذيرات الجوية. شكرا شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أشكرك شكرا جزيلا. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في محافظات القاهرة. نبدأ بمحافظة القاهرة، العظمى فيها هيكون 27، الصغرى فيها 19، العاصمة الإدارية العظمى فيها هيكون 28 والصغرى 17، أما الإسكندرية العظمى فيها هيكون 26 والصغرى 17، العالمين العظمى فيها 24 والصغرى 18. مطروح وزي ما تابعنا في سقوط للأمطار في مطروح دلوقتي، العظمى فيها هيكون 22 والصغرى 19. دمياط العظمى فيها 25 والصغرى 19. بورسعيد العظمى فيها 25 والصغرى 20. الإسماعيلية العظمى فيها 28 أما الصغرى 16. محافظة السويس العظمى فيها 28 والصغرى 18. العريش العظمى فيها 26 والصغرى 15. أما سان كاترين العظمى فيها هتكون 20 والصغرى 10. طابة العظمى فيها 27 والصغرى
19 حلايب، العظمى فيها 28 وصغرى 22 مشلتين، العظمى فيها هتكون 30 وصغرى 21. شرم الشيخ العظمى فيها هتكون 30 وصغرى 22. أما الغردقة هتكون العظمى 31 وصغرى 20. نروح لمحافظة الفيوم، العظمى فيها 27 وصغرى 15. أما بني سويف العظمى فيها هتكون 28 وصغرى 15. الوادي الجديد العظمى فيها 29 وصغرى 16. أما أسيوط العظمى فيها هتكون 28 وصغرى 14. سوهاج العظمى فيها 29 وصغرى 15. أما قنا العظمى فيها هتكون 31 صغرى 16. الأقصر العظمى فيها 31 الصغرى 16. أخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 17. كان هذا مشاهدينا توقعات بدرجات الحرارة النهاردة. خلونا نروح لمحمد عبده ودينا شرف لاستكمال باقي فقرات. صباح الخير يا مصر. شكرا لك.